جولة تألق الحراس واستمرارية محطم الأرقام هالاند، كابتن مين في الجولة الجاية؟ كل ده هنتكلم عنه في حلقة النهاردة من فانتازي يلا كورة. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تنضموا الليج يلا كورة، الكود بتاعه هيظهر قدامكم وخلونا نلعب مع بعض. قول لنا بقى يا عمارة، ايه اللي لفت نظرك في الجولة اللي فاتت؟ ساعات بقول لنفسي الحمد لله اني ما طلعتش حارس مرمى، لان ما كنتش هاخد حقي لا جماهيريا ولا اعلاميا ولا حتى في فانتازي الدوري الانجليزي. الكريديت كله راح الجوله اللي فاتت لواتكنز وهالاند، مع ان في حارس اتساوى معاهم في النقط وحارس تاني جاب نقط اعلى منه. البدايه كانت مع اندري اونانا اللي جاب 13 نقطه بعد ما خرج بكلين شيت قدام ساوثهامبتون وصد كمان بيل. اما روبرت سانشيز جمع 15 نقطه بعد ما صد بيلين قدام بورنموث وخرج كمان بكلين شيت لتشيلسي. الجوله كمان شهدت تالق ديفيد رايا مع ارسنال، خرج بكلين شيت قدام توتنهام وكده بقى عنده 3 كلين شيت في 4 ماتشات بس في السيزون ده. إيدرسون كمان تألق في الجولة اللي فاتت، بس تألقه كان مختلف شوية. استقبل هدف لكنه قدر يعمل اسيست لهالاند، وبالمناسبة إيدرسون بقى تاني أكتر حارس صناعة للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي برصيد 4 اسيستات. دي كانت أكتر نقطة لفتت نظري في الجولة اللي فاتت. الجولة اللي جاية في ماتش قمة بين سيتي وأرسنال، وده فيه اختبارين، واحد لهالاند والتاني لساكا. ممكن نبدأ معاك عبد الرحمن بهالاند، هل ممكن أرسنال يعطله؟ ولا برضو عادي ممكن تلاقيه بيجيب هاتريك؟ خلينا نتكلم عن استمراريه هالاند اللي تقريبا مهكر اللعبه. الراجل بقى اول لاعب في الدوري الانجليزي سجل 9 اهداف من 4 جولات بس، متخيل؟ وتفوق على واين روني اللي مسجل 8 ودييجو كوستا اللي مسجل 7 اهداف. بس الاستمراريه دي ممكن تواجه صعوبه قدام ارسنال. هالاند لعب قدام ارسنال 6 ماتشات، كسب منهم 3 وخسر 2 وتعادل في 1، مسجل هدفين وعامل 2 اسيست. هالاند لحد دلوقتي مسجل 9 اهداف في الدوري الانجليزي، ولكن هيواجه صعوبة قدام أرسنال، خاصة إن هم أقوى دفاع في الدوري الإنجليزي مع ليفربول، مستقبلين هدف واحد لحد دلوقتي، والمواجهة أكيد هتبقى صعبة للفريقين. في لاعب بقى من الجانرز هو ساكا، قول لنا بقى يا عمارة، ساكا ممكن يعمل إيه قدام السيتي؟ ساكا ده بالنسبة لي ظاهرة في الدوري الإنجليزي، بالذات في الفانتازي، عنده استمرارية مش ممكن ما تلاحظهاش. أوكي مش هجيب لك 15 أو 20 نقطة كل جولة، لكن تألقه مضمون كل أسبوع، سواء هيسجل هدف أو يعمل أسيست أو الاتنين مع بعض. ساكا هيكون في اختبار قدام مانشستر سيتي، لعب قدام مانشستر سيتي في الدوري الانجليزي 9 ماتشات، ما كسبش ولا ماتش، اتعادل في ماتش وخسر 8 وسجل هدفين بس. خلينا نتكلم بقى شويه عن الاصابات، مين ممكن يلعب ومين من الصعب انه يشارك؟ جواو بيدرو اتصاب في التوقف الدولي وغاب عن الجوله اللي فاتت قدام ابسويتش تاون. مدرب برايتون قال ان اصابته مش كبيره، بس هو ما كانش حابب يخاطر بيه. فهل ممكن يلعب قدام برينتفورد الجوله الجايه؟ ممكن ممكن لا. يوان ويسا اللي اتصاب قدام السيتي وخلاص بقى انساه شويه، لان برينفورد اعلن انه هيغيب على الاقل خالص شهرين. بوكايو ساكا اتصاب في اخر الدقائق في ديربي شمال لندن بس رجع للتدريبات، فهل هنشوفه قدام السيتي؟ غالبا واتكنز اللي الناس قلقت لما خرج من ماتش يانج بويز وظهر على الدكه كده حاطط كمادات، ولكن مدربه ايمري قال اللي هو تمام ومفيش حاجه وهيلعب. الكسندر ايزاك اتصاب قدام ولفرهامبتون، وايدي هاو قال انه مش قادر يحدد لسه اذا كانت الاصابه خطيره ولا بسيطه، فهل هيلعب ماتش فولهام؟ لسه محدش عارف. ممكن تقول لنا عبد الرحمن كابتن مين الجوله الجايه؟ عندك واتكنز بدا يفوق ومسجل الجوله اللي فاتت امام ايفرتون هدفين، هيلعب الولفز في الفيلا بارك ونسبه تسجيله هتبقى عاليه، فممكن تفكر فيه. تاني واحد معانا صلاح اللي هيلعب بورنموث في الانفيلد، ليفربول خسرانين الجوله اللي فاتت امام نوتنغهام فورست واكيد هيدخلوا الماتش ده وعايزين يعوضوا، فمن الطبيعي ان احنا نشوف صلاح بيسجل، فعايز تكابتن صلاح كابتنه ما تقلقش. هالاند طبعا عايز تكابتنه كابتنه، ولكن هيبقى ريسك شويه عشان هيلاعب ارسنال وخاصه الدفاع قوي جدا، ولكن ما تستغربش لو لقيته بيسجل هاتريك. عندك سون هيلاعب برينفورد وفاردي هيلاعب ايفرتون، فممكن تفكر في حد من الاثنين دول. خلينا نقول مع بعض المراكز الاولى في ليج يلا كوره. في المركز الاول احمد فتحي جايب 68 نقطه والتوتال 354. في المركز الثاني احمد كمال جايب 74 نقطه والتوتال 351. في المركز الثالث خالد شحاته جايب 72 نقطه والتوتال 345. ما تنسوش تشتركوا في ليج يلا كوره، والكود هتلاقوه قدامكم على الشاشه. ودي كانت حلقه النهارده من فانتازي يلا كوره، نشوفكم بعد الجوله الجايه.